إخواني وأخواتي المقبلين والمقبلات على اجتياز الامتحان الوطني للأحرار، مرحبا بكم معنا في سلسلة شرح دروس مادة الاجتماعيات. سنتطرق اليوم للدرس الخامس من دروس الجغرافيا، الاتحاد الأوروبي نحو اندماج شامل. كمقدمة لهذا الدرس، رغم المكانة الاقتصادية العالمية التي يحتلها الاتحاد الأوروبي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، إلا أنه لم يحقق الاندماج الشامل. فما مراحل ومظاهر اندماج بلدان الاتحاد الأوروبي؟ وما هي العوامل المفسرة لهذا الاندماج؟ وما هي حصيلته؟ وما هي التحديات التي تعترض الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاندماج الشامل؟ هذه الأسئلة التي سنحاول الإجابة عليها خلال هذا المقطع إن شاء الله تعالى. أولاً، مراحل ومظاهر اندماج بلدان الاتحاد الأوروبي. مراحل اندماج بلدان الاتحاد الأوروبي. علماً أن الاتحاد الأوروبي قد تأسس سنة 1951، وقد ضم آنذاك 6 دول، وهي فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا ولوكسمبورغ، وتطور من التعاون إلى الاندماج، وذلك عبر مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى امتدت ما بين 1951 و1992، وتميزت بمجموعة من التطورات ابتداء من سنة 1957، حيث تم تأسيس المجموعة الأوروبية المشتركة، وعملت على إصدار جواز سفر أوروبي، ووضع سياسة موحدة للصيد البحري، وحرية تنقل الأفراد بين الدول الأعضاء، وتحقيق حرية مرور اليد العاملة داخل المجموعة، وتطبيق السياسة الفلاحية المشتركة سنة 1962، كما تم الاتفاق على تأسيس برلمان أوروبي منتخب، وإنشاء سوق أوروبية واسعة. ثم المرحلة الثانية التي ابتدأت سنة 1992 بعد التوقيع على معاهدة ماستريخت والاتفاق على التسمية بالاتحاد الأوروبي، وتميزت المرحلة باعتماد الأورو كعملة موحدة سنة 2004، وتم توقيع معاهدة روما المؤسسة للدستور الأوروبي، ومع تطوره انضمت 28 دولة، وآخرهم كانت كرواتيا التي انضمت سنة 2013 وأنشأت مجالا إقليميا دون حدود جمركية. مظاهر اندماج بلدان الاتحاد الأوروبي. يتجلى اندماج بلدان الاتحاد الأوروبي على عدة مستويات. أولا، اندماج سياسي، توحيد السياسات الخارجية والدفاعية والعمل لإقرار الدستور الأوروبي الموحد. واندماج مجالي، يتمظهر في امتداد المجال الجغرافي للاتحاد الأوروبي، حيث يضم 28 دولة مع إلغاء المراقبة الحدودية على تنقل المواطنين. اندماج فلاحي، بتطبيق سياسة فلاحية مشتركة تعمل على الرفع من الإنتاجية كما ونوعا، وتحافظ في نفس الوقت على الموارد الطبيعية. اندماج صناعي، اعتماد سياسة صناعية موحدة تركز على دعم المبادرات الحرة وتشجيع الاستثمارات الخاصة وتطويرها لمواجهة المنافسة. اندماج تجاري، إقامة السوق الأوروبية الموحدة بنهج سياسة تجارية داخلية موحدة بين الدول الأعضاء، تعتمد على إزالة الحواجز أمام تنقل الأفراد والسلع والأموال. واندماج مالي، باعتماد عملة الأورو كعملة موحدة مع حرية تنقل الاستثمارات بين الدول الأعضاء. اندماج اجتماعي، إعادة سياسة اجتماعية موحدة تهتم بتوفير التشغيل وتحسين ظروف العمل والدخل الفردي وضمان الحماية والرعاية الاجتماعية للشعوب الدول الأعضاء. وأخيرا، اندماج ثقافي وعلمي، وذلك بتأسيس معاهدة علمية في دول الاتحاد
في تخصصات علمية متنوعة لطلبة الاتحاد الأوروبي مع إحداث برامج تعليمية موحدة. ثانياً، عوامل وحصيلة اندماج بلدان الاتحاد الأوروبي. العامل الاجتماعي والثقافي: وعي المجتمعات الأوروبية بأهمية التكتل والتضامن والتعاون لمواجهة تحديات العولمة. عامل مؤسساتي: بالاعتماد على مؤسسات كبرى في تسيير الاتحاد كمجلس الوزراء والبرلمان الأوروبي واللجنة الأوروبية التي تشرف على تحقيق أهدافه. عوامل طبيعية: وذلك بفضل الموقع الاستراتيجي المنفتح على العالم وحيوية الوسط الطبيعي ومساحة سهلية مهمة ومناخ ملائم ومتنوع وثروة مائية وغابوية هامة. عوامل بشرية: حيوية الوسط البشري بوجود يد عاملة مؤهلة وسوق استهلاكية واسعة وتمركز لأكبر البورصات والمصارف واستقطاب الأدمغة. عوامل تنظيمية: تنظيم رأسمالي فاعل والتحكم في المجال الجغرافي مع سياسة التكامل والاندماج. ثم عوامل تاريخية: بالاستقرار السياسي والحكم الراشد والتاريخ المشترك والاستفادة من الحركة الاستعمارية ومشروع مارشال. سنتعرف الآن على حصيلة اندماج بلدان الاتحاد الأوروبي. فتتجلى الحصيلة التي ترتبت عن هذا الاندماج في احتلاله لمكانة اقتصادية عالمية تتجلى في: أولا، تزايد الناتج الخام لبلدان الاتحاد الأوروبي، فقد احتل المرتبة الأولى عالميا كتكتل اقتصادي سنة 2014، ويساهم بأكثر من 20% من الناتج الاقتصادي العالمي. مظاهر القوة الفلاحية: بتنوع الإنتاج وضخامته، بحيث ينتج 17% من القمح العالمي، محتلا بذلك المرتبة الأولى. مظاهر القوة الصناعية: تنوع الإنتاج وضخامته واحتلال المرتبة الثانية عالميا في إنتاج الصلب والمرتبة الأولى في صناعة السيارات مع تقدم صناعة الفضاء. فالصناعة تساهم ب 25% من الناتج الخام الإجمالي. ومظاهر القوة التجارية: كنمو المبادلات التجارية ب 30%، وأول مصدر ومستورد عالمي يستحوذ على 20% من التجارة العالمية، مع تنوع البنية التجارية وارتفاع نسبة مساهمة المواد الصناعية في الصادرات وتعدد وتنوع الزبناء والشركاء التجاريين والتوفر على أهم الأسواق المالية العالمية ومساهمة قطاع الخدمات ب 30% من الناتج الداخلي الخام الإجمالي مع تضاعف قيمة الاستثمارات 20 مرة. وأخيرا، مظاهر القوة الاجتماعية: تحسن الوضعية المعيشية بتزايد الدخل الفردي للمواطنين وإحداث 2.5 مليون فرصة شغل. ثالثا، ما هي معيقات تحقيق الاندماج الشامل في الاتحاد الأوروبي؟ هناك معيق ديموغرافي، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الشيوخ وانخفاض معدل الخصوبة، مما يجعل الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى اليد العاملة. وتحدي اقتصادي بالتباين في النمو الاقتصادي بين بلدان الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى الناتج الداخلي الخام، وهذا ينعكس على الدخل الفردي للأشخاص وأوضاعهم الاجتماعية، إضافة إلى التبعية في المواد الأولية إذ تستورد أكثر من 70% من حاجتها. تحدي مالي، وذلك بعدم تعميم التعامل بالوحدة النقدية الأورو في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي. وتحدي مؤسساتي، وذلك بالعمل على دعم الدول التي التحقت حديثا من أوروبا الوسطى والشرقية لترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع ضعف قطاع الإعلاميات والقدرة على المنافسة وأزمة الديون التي تعاني منها بعض دوله بسبب انعكاسات الأزمة المالية لسنة 2008. وكخاتمة لهذا الدرس، يمكننا القول
أنه رغم هذه الصعوبات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، فإنه يعتبر من أقوى التكتلات الاقتصادية في العالم التي تعمل على تحقيق الاندماج الشامل. وهكذا إخواني نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.